عناصر مخابرات في تويتر، العصفور الأزرق في مرمى الاتهامات من جديد، وذلك بعد وثيقة كانت صادمة لكثير من رواده. كشفها موقع مينت بريس الأمريكي، فهذه الوثيقة تشير بالأسماء إلى أن موقع تويتر وظف عشرات الأفراد من المسؤولين الأمنيين السابقين، وذلك للعمل ضمن صفوفه. الموقع ذكر أن الموظفين الأمنيين كانوا وكلاء في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI. ليس هذا فقط، بل يشغلون الآن مناصب مهمة في موقع التغريدات والتدوينات. لكن التعيينات لم تقتصر على عملاء FBI. الوثيقة كشفت أيضا أن رجال أمن بريطانيين وموظفين في مجلس أتلانتيك التابع لحلف شمال الأطلسي يشغلون مناصب في تويتر. المزيد مع هند إبراهيم من واشنطن. عندما تسمع تعريف المكتب الفيدرالي للتغريدات قد تعتقد أنه تسمية لمكتب حكومي يعمل تحت إشراف السلطات الأمريكية، لكنه في الحقيقة ليس إلا تسمية ساخرة من موقع التغريدات الشهير تويتر، بعدما فضح تقرير جديد حجم توظيفه لمخبرين وموظفين سابقين عملوا في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI. الأسماء التي ذكرها موقع مينت بريس ليست قليلة، فمنها كارين والتش التي انتقلت إلى تويتر مباشرة بعد 21 عاماً من العمل في المكتب الفيدرالي لتصبح مديرة مرونة واستمرارية الشركة في وادي السيليكون. لكن لطالما أحاط الكثير من الجدل عملية جمع البيانات من قبل الحكومة الأمريكية، وقد أثار عضوان بمجلس الشيوخ المخاوف بشأن قيام وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA بالتجسس على الأمريكيين مرة أخرى دون معرفتهم. وفي عام 2013 كشف إدوارد سنودن المتعاقد السابق لدى CIA عن برنامج لجمع البيانات باستخدام مراقبة مكثفة للهواتف والإنترنت بواسطة المخابرات الأمريكية. لصباح العربية، هند إبراهيم، واشنطن. من القاهرة ينضم إلينا مدير مركز المصري للفكر والدراسات الدكتور خالد عكاشة. دكتور أهلا بك، نريد أن نفهم معك بشكل أوضح ومبسط ما الذي يعنيه توظيف تويتر لموظفين أمنيين. يعني تويتر لطالما قدم ادعاءات قوية حول الحياد، إلى أي مدى هذا الأمر قد يعيد من جديد الجدل حول الحياد ومراقبة الحسابات في تويتر؟ صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على جميع مشاهدي قناة العربية. يعني الحقيقة لست متفاجئاً على الإطلاق بمثل هكذا معلومات. هذا التوظيف الواسع من قبل هذه المنصة الأشهر في التدوين وفي التداول الاجتماعي وتداول الأخبار وغيره من النصوص التي يفترض أنها شخصية ينظر إليها الجانب الأمريكي باعتبارها السلعة الأهم الآن، وهي سلعة المعلومات وسلعة البيانات الخاصة بالأشخاص. تظن هذه المنصات الكبرى وهذه الشركات العملاقة التي تتعامل مع عملية البيانات باعتبار أن هذه الساحة تحتاج إلى محللين أمنيين، إلى محللين استراتيجيين، إلى شكل من أشكال قياسات الرأي العام الدولي والعالمي كخطوة أولى. الخطوة الثانية أو المتقدمة أن تكون قادرة في وقت من الأوقات على توجيه هذا الرأي العام في اتجاهات يعني اتجاهات تحتاجها ليس الشركة وحدها، ولكن من يقفون خلف الشركة أو من يستطيعون أن يوجهوا الشركة. المتابع للموضوع يسأل لماذا يخشى العالم مما يمكن تسميته مؤامرات تويتر، وكأن هذه المنصة التي كانت في الأساس تبادلاً للأفكار وللمعلومات يعني أصبحت هناك الحديث عن مؤامرات، حياكة لإسقاط أنظمة، لماذا كل هذا القلق؟
يعني هذا قلق في محله، يعني انتقال مثل هكذا منصات كما تشيرين حضرتك، يعني صنعت بالأساس من أجل تبادل الآراء أو النصوص الاجتماعية أو الشخصية أو الأفكار أو الإشارة إلى أمور تبدو بسيطة أو تبدو بالنسبة للشخص المعتاد العادي المعني بها هم دوائره المقربة فقط من أقربائه من أصدقائه، إذا بي يجد نفسه خاضعا للتحليل الاستراتيجي، للتحليل الأمني، لقياسات رأي دولي، لمحاولة كما أشرنا توجيه مثل هكذا آراء وتحليلها ودس عدد كبير من الأفكار التي من طبيعة الخوارزمية التي يعمل بها هذه المنصات تستطيع أن تخلق حزم من الكتل البشرية العملاقة والكبرى. البيج داتا اليوم أصبحت هي السلعة الأكثر ثمنا والأكثر أهمية بالنسبة لمثل دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية، هي دولة يعني تتحدث أو تظن نفسها أو تتعامل باعتبارها القائدة الأولى للعالم، ليس على المستوى الاقتصادي أو العسكري فقط، ولكن هي تقوم بتدشين قدرتها على أن تقود العالم حتى على مستوى الأفكار وعلى مستوى محتوى الحديث المتبادل ما بين الأشخاص بعضهم وبعض. هذا الأمر هو جوهر مسألة القلق أو التوظيف الواسع لشخصيات لها خلفيات أمنية. هذا من الناحية الأمنية. أن الخبر الذي تم هذا من الناحية الأمنية، يعني أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. فقد اسمح لي أن أستضيف من الرياض كذلك ينضم إلينا في هذا النقاش الخبير التقني عبد الله السبع. يسعد صباحك اليوم ودوم يا عبد الله. من الناحية التقنية كنا نتحدث مع الدكتور خالد أمنيا، من الناحية التقنية لماذا يسعى تويتر لتوظيف موظفين أمنيين إذا افترضنا حسن النية يا عبد الله تقنيا؟ أول شيء السلام عليكم، صباح الخير. طبعا في كلام كثير عن هذا الموضوع، ليه تسعى تويتر إلى توظيف مختصين أمنيين في هذا المجال، لكن في كلام أنه تويتر تسعى لزيادة مستوى الأمان من مشاكل الابتزاز وغيرها، فذلك تسعى لتوظيف أشخاص ذوي خبرة أمنية لمحاولة تقليل المشاكل التي تحدث في المنصة. الأشخاص الأمنيين مهمتهم متابعة الحسابات، التحقق منها، التحقق من مشاكل تكون في المنصة لمحاولة السيطرة على مثل هذه الأمور. زي ما أنتم عارفين أن أغلب منصات التواصل الاجتماعي بدأت تتجه لأن تكون شاملة لكل الأمور. شفنا قبل فترة مشاكل ترويج أمور ممنوعة في منصات التواصل الاجتماعي، مشاكل أخلاقية، مشاكل غيرها، لذلك وجود أشخاص ذوي خلفية أمنية راح يساهم في رفع مستوى الأمان للمنصة ومحاولة نعم. الجميع المنظمة التي تكون في المنصة، خاصة أنه الآن أغلب المنصات موجود فيها قوانين تحكم هذه المنصة زي قوانين الحياة العادية، أنه لا تفعل، لا تسرق، لا طيب. أمور كثيرة موجودة، فتحتاج إلى أشخاص ذوي خلفية أمنية لمحاولة ضبط مستوى الأمان داخل المنصة. طيب عبد الله ودكتور عكاشة، أنا رح أسأل ذات السؤال وأسمع الوجهتي النظر. عبد الله، من سيتغلب في مسألة مؤامرة تويتر وتوظيف موظفي استخبارات سابقين أمريكيين، من سيتغلب هذه المرة، التقنية أم الأمن، خصوصا وأن هناك جيوش إلكترونية كثيرة قد تصعب مهمة الأمن نظرا للحسابات الوهمية الموجودة؟ لك الكلمة يا عبد الله، ومن ثم إلى خالد عكاشة. أتوقع أنه من الصعب جداً السيطرة على موضوع المشاكل اللي تحدث في منصات التواصل الاجتماعي. حاولت تويتر أكثر من مرة لمحاربة الجيوش الإلكترونية لكنها ما نجحت بشكل جداً كبير بسبب أمور كثيرة تحدث في المنصة. أتوقع إيلون ماسك أول ما يشتري المنصة راح يكون واحدة من الأساسيات الخاصة فيه محاربة الجيوش الإلكترونية ومحاولة إرجاع المنصة إلى منصة التواصل الاجتماعي، لكنه أتوقع أنها صعبة جدا الوقوف في الجيوش الإلكترونية، وأتوقع أن الغلبة للأسف ستكون الجيوش الإلكترونية. شكرا جزيلا لك عبد الله السبع التقني، الخبير التقني، حدثنا من الرياض. نشكر مدير مركز المصري للفكر والدراسات دكتور خالد عكاشة، شكرا جزيلا لكما.